الميول الجنسي. إذا كنت ذكراً، فهل يشترط ذلك ميولك بالانجذاب للأنثى فحسب؟ ماذا لو علمت بأن شريكتك قد مارست الجنس مع أنثى أخرى في صغرها؟ هل يجعلها هذا مثلية جنس أو ثنائية جنس بالضرورة؟ يعرف الميول الجنسي بأنه انجذاب الفرد من الناحية العاطفية والجنسية تجاه أفراد من جنس معين، ذكورا كانوا أم إناثا. فما هي ميولك الجنسية؟ وهل يمكنك تغييرها؟ وهل لمثليي الجنس حرية اختيار ميولهم الجنسية بإرادتهم؟ كل ذلك في المقال التالي. سنقوم أولا بتوضيح بعض المصطلحات حتى لا تختلط الأمور علينا. لكل منا جهازه التناسلي، وهذا ما يحدد فيما إذا كنت ذكرا أم أنثى أم خنثى. أما جنسنا فيحدد حالتنا الاجتماعية والقانونية في كوننا رجالا أم نساء. وكل ما سبق لا يحدد ميولك الجنسي، فالميول الجنسي هو المصطلح المستعمل للدلالة على شعور الرغبة الجنسية لدى الفرد تجاه أفراد آخرين ينتمون لنفس جنسه أو للجنس الآخر، أو قد يشعر بالرغبة تجاه جنسين معا. كذلك لكل منا هويته الجنسية، وهو أعمق شعور لدينا تجاه جنسنا، فقد نتصرف بشكل ذكوري أم أنثوي أو كليهما معا، أو قد لا نتصرف كذكور ولا كإناث. وعندما لا يتطابق الجهاز التناسلي مع الهوية الجنسية يدعى الشخص بالمتحول جنسيا. إذن عندما نفهم جهازنا التناسلي وجنسنا وهويتنا الجنسية وميولنا الجنسي، يمكننا أن نفهم أنفسنا وبالتالي علاقتنا مع الآخرين بشكل أفضل. سنتكلم عن الهوية الجنسية في مقال لاحق، فيما سنستعرض الميول الجنسي في مقالنا هذا. يقسم الميول الجنسي بشكل عام إلى ثلاث فئات، وهي غير ديوجنس، وهم الأفراد المنجذبون إلى الجنس الآخر ذكرا لأنثى وأنثى لذكر. ثانيا مثليو الجنس، وهم الأفراد المنجذبون إلى نفس جنسهم ذكرا لذكر وأنثى لأنثى. ثنائيو الجنس، وهم الأفراد المنجذبون إلى كلا الجنسين معا. ويتضمن هذا الميول مشاعر الفرد وأحاسيسه بهويته، وقد يتجلى إفصاحه عن مشاعره بشكل واضح في سلوكه ومظهره، وقد لا يكون واضحا، إذ من الأفراد من يمتلك انجذابا تجاه آخرين من ذات الجنس أو من الجنس الآخر، ويختار ألا يظهر هذه المشاعر. على سبيل المثال، قد يختار ثنائي الجنس البقاء في علاقة مع شريك واحد من جنس واحد، ولذلك يفضل بألا يظهر مشاعره تجاه الجنس الآخر، كأن تختار المرأة رجلا واحدا وتخفي انجذابها لامرأة أخرى. ويتبادر لأذهاننا سؤال، وهو كيف يعلم الناس بميولهم الجنسي وهل يمكنهم تغييره؟ يصبح الميول الجنسي واضحا بالنسبة للكثير من الناس خلال فترة المراهقة أو فترة الشباب، وفي كثير من الحالات من دون أي تجربة جنسية. على سبيل المثال، يدرك مثليو الجنس أن أفكارهم وأنشطتهم الجنسية تركز على أفراد من نفس الجنس. ومن جهة ثانية، يمكن أن يمتلك البعض تصورات وتخيلات أو أن يكونوا فضوليين حول أفراد من نفس الجنس دون أن يكونوا مثلي الجنس أو ثنائي الجنس، أو قد يختار إظهار هذه الرغبات والانجذابات. ويتفق معظم العلماء على أن الميول الجنسي هو نتيجة لمزيج من العوامل البيئية والعاطفية والهرمونية والبيولوجية. وبعبارة أخرى، هناك العديد من العوامل التي تساهم في الميول الجنسي لشخص ما، ويمكن أن تختلف العوامل باختلاف الأشخاص. إذن فالميول الجنسي ليس خيارا ولذلك لا يمكن تغييره، ولكن قد يخفي البعض ممن هم مثليو الجنس أو ثنائيو الجنس ميولهم ليحيوا كغيري الجنس، تجنبا للتعصب والتحيز الذي يتعرض له مثليو وثنائيو الجنس.
أو تجنباً لمعضلات أخلاقية قد يواجهونها نتيجة تعارض ميولهم مع معتقدات شخصية. هل أول ميول جنسي تتعرض له سيحدد ميولك بشكل دائم؟ في الحقيقة وخلال سنوات المراهقة تكون الانجذابات لأفراد الجنس ذاته شائعة، وقد يمارس بعض المراهقين الجنس بحسب ميولهم في هذه المرحلة، ولكن هذه التجارب الأولى لا تعني بالضرورة أن المراهق سيكون مثلي أو ثنائي الجنس عندما يكبر، كما أنها لا تنفي ذلك، فقد لا تتلاشى هذه الانجذابات بل تكبر وتتنامى. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفرد لا يصبح مثليا أو ثنائي الجنس بسبب طريقة تربية والديه له، أو بسبب تجربة جنسية مع شخص من نفس الجنس عندما كان صغيرا. والآن بعد أن علمنا بأن تغيير الميول الجنسي عند الفرد ليس أمرا اختياريا، فماذا يمكننا أن نقدم لمثليي وثنائي الجنس؟ ربما يكون حبهم وتقبلهم وتقديم الدعم لهم أكثر الأشياء التي نستطيع أن نقدمها لهم، حيث يجد الكثير من الآباء صعوبة في تقبل فكرة أن طفلهم قد يكون مثليا أو ثنائي الجنس. لذلك نذكر بأهمية إظهار الحب غير المشروط لأطفالكم، ولا ننسى أن مثلي الجنس يتعرضون لضغوط نفسية قد تصل للاكتئاب والاندحار في محاولة إبقاء ميولهم الجنسية خفية، خوفا مما قد يقوله الأصدقاء وأفراد الأسرة أو ما قد يفعلونه، كأن يوسموهم بالعار أو يبتعدوا عنهم. أخيرا، أن يكون الشخص مثليا أو ثنائي الجنس لا يعني أن يعاني من مرض عقلي، فقد أزالت الجمعية النفسية الأمريكية APA عام 1973 مثلية الجنس من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية.